السلام عليكم، مساء النور، مساء الورد احبابنا اصدقائنا المتابعين والمتابعات. كل عام وانتم بألف خير، كنتمناكم بخير وعلى خير، وكنحب نشكركم كاع الناس اللي كتابعني والناس اللي كتدعمني، شكرا جزيلا وربي يخليكم، ومرحبا بكم على قناتي المتواضعه والمبتدئه. رحنا باقين الحمد لله في البدايات. شكرا جزيلا للجميع. اليوم ان شاء الله نقدم لكم واحد الحلوه ديال اللوز في قالب السيليكون بطريقه مبسطه جدا للناس المبتدئين، وانا ايضا اعتبر انسانه مبتدئه وقناه مبتدئه. فهاد الحلوة ديال السيليكون بالنسبة للناس اللي كيخافوا من العجينة او الورقة كي كنسميوها، وكتخاف من ما تتعرفش الورقة، وهذا بامكانك تدير العقدة ديال اللوز وتستعني بالسيليكون بطريقة مبسطة، وتقدمي الحلوة ديالك تحلفي عليها بان هذه دايرها عند حلوية. فان شاء الله بقاو معنا وشوفوا الطريقة، ومرحبا بكم، شكرا جزيلا للمتابعة. نبداو بسم الله على بركة الله. عندنا 500 غرام لوز اللي فسخناه البارح وبيدناه باش ينشف. 500 غرام هي نصف كيلو لوز. بعد ما طحنا اللوز ديالنا كنضيفو حوالي 30 غرام ديال الزبدة الحيوانية، كنضيفو ملعقة ديال الكونفيتور الخاص بالحلويات، بلاصي حوالي 30 غرام هي جوج المعالق ما عامرينش. نضيفو ملعقة صغيرة من الكليكوز، وخا تشوفوها ملعقة كبيرة انا ما عمرتهاش، انا درتيها غير شوية. كنعجنو المكونات بيدينا، كنضيفو القليل من نكهة الموز او البنان، قليل ماء الزهر. ما كورت اللوز درت حوالي 13 غرام في الكرة، واللي ما عندوش الميزان راه طبيعه الحال غادي يعينو ميزانو. عندنا هذا المول ديال السيليكون باش نخدم مثلا الزواقه، على حسب الزواقه اللي حلمنا زنجلان الابيض، وعندنا بياض البيض. نعم ماشي كتشوفوا نضغطو بهاد الطريقة مزيان، كنكبسو عليها مزيان كان باش تاخد لافورم ديال السيليكون، وما كنحيدوهاش من السيليكون حتى تنشف ان شاء الله. ندوز واحد 24 ساعة، غدا بما شدت راسها كنحيدوها من السيليكون وكندخلوها للفرن ما بين 10 دقائق الى 15 دقيقة حسب الفرن. بعد ما حمرنا الكاكاو ديالنا كنضيفو واحد النكهة او الفيستاش، واحد الملعقة ديال العسل، كنضيفو واحد الملعقة ديال غليكوز. بعد ما كنديروا الحشوه الحلوه اللوز ديالنا كندهنوها بالنباج اللي هي ضروريه باش تعطيها داك اللمعان، كتبان لك الحلوه لامعه وزلاله، لان حلوه اللوز متعارف عليه كتكون ناشفه، فضروري من النباج. وشكرا جزيلا للمتابعه، والى اللقاء في وصفه اخرى.